السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء الرباني الإيماني في هذا اليوم الأغر من أيام رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن أحكام فقهية معاصرة خاصة برمضان، خصوصا بعض المفطرات المعاصرة التي لم تكن عند فقهاء الإسلام السابقين، ما يسمى بالفقه القديم أو التقليدي، مقابله الفقه المعاصر، قضايا طبية وقضايا صحية مرتبطة برمضان. أولا، نذكر بقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فنحن نصوم طاعة لله تعالى وتنفيذا لأمره العلوي. وهذا الشهر الفضيل هو شهر للقرآن الكريم وللذكر الحكيم ولقيام الليل ولفعل الخيرات. قال فيه تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الشهر الفضيل مرتبط بأحكام شرعية متعددة خصه الله سبحانه وتعالى بها، والمؤمن عليه أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. لهذا سوف نسوق جملة من أهم المسائل المرتبطة بفقه الصيام وأحكامها التي لا بد أن يتعلمها منا كل مسلم ومسلمة، خصوصا بعض المفطرات المعاصرة. كما تعلمون أن المذاهب الفقهية القديمة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرها تطرقت إلى كل الأحكام المرتبطة بالصيام، لكن في وقتنا المعاصر ظهرت مجموعة كبيرة من المعاملات والتصرفات خصوصا في الجانب الصحي والطبي، والعلماء اجتهدوا فيها، والمجالس الفقهية والعلمية أبدت فيها رأيها، من بينها مثلا المجلس العلمي الأعلى ببلادنا المغرب، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي، وكذا اللجنة الدائمة للإفتاء بالعربية السعودية، ومجلس البحوث الشرعية في الأزهر، وغيرها من كبار المجالس العلمية المعاصرة تطرقت لهذه الأمور. سوف نذكر لكم أيها الأحبة الكرام الأحكام الشرعية باختصار شديد دون أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بالاستنباط والمتعلقة بالاستدلال. أولا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعلم أن كل من أكل أو شرب خطأ أو نسيانا فصيامه صحيح. من أكل أو شرب خطأ أو نسيانا صيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال أيضا: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
لكن بعض الفقهاء قالوا بالنسبة لمن أكل أو شرب خطأ أو نسيا لو أعاد اليوم فيما بعد كان له أجرا، كان له أجرا. كذلك علينا أن نعلم أيها الأحباب الكرام بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الوضوء، فالصائم يكره له المبالغة في ذلك خشية أن يصل إلى جوفه شيء من الماء فيفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة إلا أن تكون صائمة. فعند المضمضة والاستنشاق في الأيام العادية ينبغي أن نبالغ للطهارة، لكن في رمضان علينا أن لا نبالغ عند المضمضة والاستنشاق مخافة أن يصل شيء إلى الجوف من الماء فيسد الصوم. كثير من الناس يتساءلون عن معجون الأسنان. معجون الأسنان هو الأصل فيه أنه لا يفطر ولا يفطر الإنسان، ولكن يستحسن أن الإنسان يستعمله بعد الإفطار، وإذا استعمله كان مضطرا أن يستعمله بالنهار عليه أن يتحرز أن يتسرب شيء من الماء إلى جوفه، فهذا مكروه. كذلك يباح للصائم استعمال السواك. هناك من يستعمل السواك عند الصلاة كما هو في السنة، لكن الأفضل تركه إلى ما بعد الإفطار، لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. أيضا تذوق الطعام هذا يكثر عند الطباخين وعند النساء في مطابخهن، يكره تذوق الطعام، لكن إذا كان بطرف اللسان ثم لفظه هذا جائز أن المرأة أو الطباخ يتذوق الطعام بطرف اللسان ثم يرميه. بعض الناس يقع لهم قيء، القيء إذا كان عمدا هذا يفطر، لكن من غلبه القيء لا يفطر، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. كذلك بعض الناس يبلعون ريقهم، عنده إنتاج ريق كثير في فمه، هذا يعفى عنه الصائم إذا بلع ريقه، لأنه لا ويحاول أن يلفظه، ولكن إذا بلع ريقه فلا شيء عليه. أيضا بعض الناس قد يدخل شيء إلى جوفه بدون اختيار، دخل إليه غلبة، مثلا غبار الطريق أو دخان الحطب أو سائر الأبخرة، بل وقد يكون هناك ذباب أو غير ذلك، فهذا كله يعفى منه لأن الإنسان دخل إليه غلبة دون اختيار. أيضا الناس يتساءلون عن التطيب والتعطر، منهم من قال بأنه مكروه، ولكن الأصل عند علماء الإسلام أنه مباح، إنسان يتطيب ويتعطر في رمضان، والأفضل أن يتركه إلى ما بعد الإفطار. أيضا يباح للصائم التبرد بالماء إذا كان هناك شدة الحر، أو إذا كان ربما يريد أن يغتسل ليزيل الجنابة، أو كل هذا مباح. وأيضا السباحة أو انغمس في الماء، كل هذا لا يفطر بشرط أن لا يدخل الماء إلى جوفه، عليه أن يحرص على أن لا يدخل الماء إلى الجوف، فهو أمر مباح. أحيانا بعض الناس يصبحون جنبا، فإذا أصبح الصائم جنبا فصيامه صحيح، وعليه أن يغتسل لكي يدرك الصلاة، لأن أمنا عائشة كما تقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فالصيام للجنب سواء باحتلام أو بمعاشرة زوجية هذا لا يفسد الصيام، ولكن عليه أن يغتسل ليدرك الصلاة. الصائم يكره له إدامة النظر بشهوة إلى زوجته، وكذلك يكره للشباب التفكير في الجماع، هذا كله مكروه لأنه قد يؤدي للمحظور. وأيضا تكره القبلة بالنسبة للصائم مكروهة،
لأنها قد تثير شهوته وتجره إلى إفساد الصوم. لكن إذا كان كبير السن وشهوته لا تثار لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. حتى قال العلماء هذا الأمر يباح لمن كان كبير السن ضعيف الرغبة، لكنه مكروه للشاب لأنه قد يقع في ما لا تحمد عقباه. أيضا قد يفكر الإنسان في السفر لحاجة مباحة، أراد أن يسافر في رمضان، وإذا سفر يعلم بأن هذا السفر سيلجئه إلى الإفطار، فهذا أيضا لا حرج فيه ما دام ربنا عز وجل أعطى هذه الرخصة. كان بالإمكان أن يؤجل السفر إلى وقت آخر، ولكن إذا فعله لحاجة مباحة ليست اضطرارية فصيامه صحيح، لأنه سوف يقضي فيما بعد. كثير من النساء يسألن عن الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، هذه حسب آراء الفقهاء المعاصرين أنها لا تفطر. الفقهاء المعاصرين أيها الأحبة الكرام عدد كبير منهم أدلوا ببعض الأحكام ووضعوا فيها الاستدلالات والاستنباطات، منهم بعض علماؤنا في أرض المغرب الأجلاء، وأيضا بعض العلماء في مصر كالدكتور يوسف القرضاوي والدكتور وهبة الزحيلي، وأيضا في المملكة العربية السعودية كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء الأجلاء. لن ندخل في التفاصيل، سأحرص على أن أعطيكم النتيجة التي توصلوا إليها. فالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية هذه لا تفطر. إذا استعمل المراهم في وجهه وخوفا من أشعة الشمس أو لأمر علاجي، هذا لا يفطر، لأن الجلد ليس منفذا للمعدة. وكذلك من وضع العلاج الجلد بأشعة الليزر، هناك من يقع بتطبيب بأشعة الليزر في الجلد للمعالجة، كل هذا لا يفطر، لأنه هذا الجلد ليس منفذا للمعدة. كثير من الناس يتساءلون عن خلع السم. خلع السم إذا هذا يكره خلع السم في نهار رمضان، إلا إذا كان هناك شدة الألم، إذا كان الصائم يشعر بألم شديد فإن هذه الكراهة تزول. لكن علاج السم بطريقة حفر الأسنان وتقويمها هذا لا يفطر، لا يفطر، مع أن الإنسان عليه أن يحترز من تسرب شيء من الماء إلى جوفه. وإن كان الأولى للإنسان أن يؤخر هذا الأمر لبعد غروب الشمس لزيارة طبيب الأسنان. كذلك بالنسبة لإخراج الدم بالحجامة، الحجامة هذه من المفطرات. للحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة لا تكون في رمضان بل ينبغي أن تكون بعد الإفطار. أما خروج الدم بغير اختيار، إذا كان خرج بالرعاف أو بجرح أو بخلع السن، فهذا لا يؤثر في الصيام، لأن هذه الأمور ليست حجامة ولا بمعناها. الأكسجين الاصطناعي، بعض المرضى يضطرون في المستشفى لاستعمال الأكسجين الصناعي، فهذا أيضا لا يفطر حسب الرأي الغالب عند العلماء المعاصرين، لأنه هواء يذهب إلى الرئتين، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي، فالأكسجين الاصطناعي لا يفطر. أيضا أيها الأحبة الكرام، بخاخ الربو، البخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، هذا الدواء يحتوي على عناصر من الأكسجين والماء وبعض المستحضرات الطبية. الغالب أنه لا يفطر لأنه لا يشبه الأكل ولا الشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر الغير مغذية، فالبخاخ الربو لا يفطر. كذلك بخاخ الأنف هو أيضا لا يفطر،
له حكم بخاخ الفم. بالنسبة لتحليل الدم في رمضان، إذا كان سحب الدم الكثير بتبرع ونحوه فهذا يفطر، لا ينبغي أن نقدم الدم في نهار رمضان بالتبرع، لأنه إذا كان كثير العلماء ذكروا بأنه يفطر. أما أخذ الدم القليل من الوريد للتحليل فهذا لا يفطر، هذا الصحيح أنه لا يفطر. والأولى تأجيله إلى الليل، الأولى أن تكون التحاليل الدموية تكون بعد غروب الشمس، فإذا فعله الإنسان بالنهار فالأحوط القضاء، هذا لأن تحليلة الدم في الغالب تشبه الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم. التقطير في العين وكذلك في الأذن والاكتحال الكحل، هذا كله الرأي الفقهي الراجح أنه لا يفطر، لأنها العين والأذن ليست منفذا إلى الجوف، وهي ليست من المفطرات، فهي ليست طعام يؤكل، فهي أمر مباح. كذلك العدسات اللاصقة للعين حكمها أيضا حكم قطرة العين، العدسات تستعمل لعوض النظارات، هذه أمرها مباح، مثل قطرة العين فهي مباحة لا تصل إلى الجوف. أما قطرة الأنف إذا تخطر ونستعمل في الأنف هذه تفطر. للحديث قال صلى الله عليه وسلم بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته. أيضا الناس يتساءلون عن الحقنة الجلدية أو العضلية، الحقنة الجلدية أو العضلية هذه لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. أما الحقنة الوريدية المغذية هذه تفطر الصائم، لأنها بمثابة الطعام، إذا تم أخذ الحقنة في الوريد وهي مغذية هذه كالطعام تفطر. أما الحقنة إذا كانت في الجلد أو في العضلة فهذه لا تفطر، ليست مغذية. كذلك بعض الناس يتساءلون عن التحاميل السرجية والمهبلية للرجال والنساء. تحاميل السرجية إنسان كي يأخذ خويلبات عن طريق الدبر ديالو، وكذلك المرأة تأخذ تحاميل عن طريق فرجها المهبل، هذا كله عند العلماء قالوا بأنها لا تفطر، لأنها هذه التحاليل لا تحتوي على مواد غذائية بل هي مواد علاجية دوائية، وهي ليست في حكم الأكل ولا الشرب، فهي مباحة إذا كان الإنسان يستعملها في النهار فهي مباحة، والأفضل أنها تستعمل في بعد غروب الشمس بعد الإفطار كان أفضل. ولكن من كان مريض والطبيب أجبره على فعلها لزوال الألم فهذا أمر مباح، ليس في معنى الطعام ولا في معنى الشرب. أيضا هناك الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، هذه يتم امتصاصها مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، يحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولكن لا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. فالعلماء قالوا بأن الأقراص لا تفطر الصائم، لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل يتم امتصاصها عن طريق الفم، وهي ليست في معنى الأكل ولا الشرب. أيضا هناك التخدير في بعض مراكز الصحة، التخدير إذا كان لا يستغرق كل النهار ليس مفطرا، التخدير إذا كان في وقت ساعات معدودات ويعود الإنسان إلى وعيه فهو صائم، أما إذا كان التخدير يستغرق النهار كله فهو مفطر، فعليه أن يقضي ذلك اليوم فيما بعد. كذلك غسيل الكلى، الإنسان كيدير غسيل الكلي، هذه أيضا إذا كان
الدواء فيه مواد غذاء مغذية فإنه يفطر، الدياليز وما غيره هذا يفطر. أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه الغالب أنه لا يفطر، ولكن في غير مجرد تنقية للدم من المواد الضارة هذا ليس فيه ما يجب أن يفطر. فهذه أحكام كثيرة ومتعددة في الجانب الطبي يكثر عنها التساؤل، وطبعا سردتها عليكم وذكرتها باختصار شديد، وإلا فإن السادة العلماء والمجالس العلمية ومراكز البحوث الفقهية أشبعوها بحثا بأن سردوا الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ومناهج الاستنباط وأصول الفقه وغيرها من مقاصد الشريعة، ولكن حاولت أن ألخصها لكم تلخيصا وأعطيكم الناتج يعني الحكم النهائي الذي توصل إليه السادة العلماء والفقهاء. أيضا أيها الأحبة الكرام، يجدر الإشارة إلى بعض المسائل المهمة التي ينبغي أن نحتاط إليها، وهو أن الإنسان الذي يفطر ناسي أو مكره أو جاهل بالحكم أو بالوقت، هذا يقع كثير عند الناس. الحمد لله ما دام الدين الإسلامي دين يسر فهو كل هذا لا يفتر، لأن ربنا عز وجل قال ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأي شيء وقع لنا بالنسيان أو الإكراه أو الجهل أو الخطأ سواء بالحكم أو بالوقت، كل هذه الأشياء تقع للناس كثير يتساءلون عنها، فهذه كلها لا تفطر. ربنا لخص ذلك في عموم قوله ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والسؤال الذي يطرح كثيرا أنه من أفطر في رمضان لعذر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، فالعلماء قالوا بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لم يصدر منه تفريط، كما لو مرض في رمضان وأفطر ثم استمر به المرض حتى توفي في مرضه، هذا لا شيء عليه. إنسان مريض وكان يتمنى أنه لما يصح يصوم لكنه مات، لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. لكن العلماء قالوا من تمكن من القضاء، يعني كان مريض ثم شفي وكان بإمكانه أن يقضي ولكنه تكاسل، فهذا يسن لوليه أو أحد أقاربه أن يصوم عنه، أن العائلة والورثة ديالو يصومون عنه أو يفدون عنه، يخرجون الفدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والفقهاء قالوا أيضا يجوز إذا لم يصم عنه هذا الولي إما أبناؤه أو ورثته يخرجون عنه الإطعام الفدية. كل هذه أشياء أحكام كثيرة ومتعددة، وربما لا تزال هناك بعض التساؤلات يطرحها السادة المستمعون، فنحن في خدمتكم، أرقامنا الهاتفية موضوعة رهن إشارتكم للإجابة عن كل تسائلاتكم، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. فمرحبا بكل الأسئلة ومرحبا بكل المداخلات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن مرات ومرات والإحسان وصلة الرحم مع الأقارب والأحباب. اللهم أمين اللهم أمين. نبقى مع فاصل قصير أيها الأحبة الكرام ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.